ترجع ولا من فلان باش تروح مكان فلان يزيد. عندك كاس مصر، عندك كاس سوبر، كاس مصر الجديد اللي فات القديم، كل هذا ما بنرميش الفوطه. تاني ما بنرميش الفوطه وهنكمل باللعيبه الرجاله. وفريرا بقى سواء قاعد او ماشي مش هنعلن الا بعد الماتش الاخير، انما المطلوب الجمهور العظيم اللي بات ليله حزينه، كلنا نمنا ليله حزينه، بس في الاخر رياضه واحنا عندنا روح رياضيه. ما بتظبطش عيال تشمل وتقل ادبها. وانا كنت بدي تعليمات للعيبه على كتكم باللعيبه في الملعب، اوعوا دول لعيبه زملائكم كلهم في المنتخب، كلهم ولادنا لعيبه الاهلي. كل عيل هارب مارق سالوه ما تضمن الصعوديه ليه؟ بس على اول عملت ايه؟ اطلع قول ضربوك واطردوك ليه من السعوديه؟ تطلع تقول، اطلع قول البنت اللي ربطك بالجزمه اللي بتشتغل في طيران السعوديه ربطك ليه؟ وعورتها. اطلع قول، احكي للناس، احكي للناس. بعدين احسن فريق لنا. بس انا دايما اقول من فضلك كل ما سمعتوني، كل لاعب يلعب مكانه. انا محامي ما ينفعش ابقى دكتور، والدكتور ما ينفعش ابقى مهندس. ما ينفعش. اتحملنا وتحملنا من بعد البطوله اللي اتلعبت في قطر. وبعدين انا ممكن اتحملك في شغل، في ماتش، في ماتشين، لكن اتحملك في بطولات عماله تضيع. وقول العيال اللي عامله نفسها زملكاويه وفرحانه وعماله تقل ادابها، لا انا بلعب ولا علاء بيلعب، مهند بيلعب ولا اسماعيل، ما حدش بيلعب فينا. هذا الرجل خد كل الصلاحيات اللي ما خدهاش مدير فني في التاريخ. تاني طبعا وبالتالي من حق جماهير الزمالك المحترمه انها تقدر تسال زي ما احنا كل يوم. اي حد يا جماعه فتح التليفون يقفل. طبعا لانك انت لما تهزم نفسك الرياضه مكسب خساره، ايه المشكله؟ تغلب وتتغلب وتتعادل، انما انك انت اللي تخسر بايدك. وعندنا احنا شفنا اتفرجنا الولد بتاع خاطر مصر اللي يعني على طول اسمه حمدي فتحي، ما قربش من عند الزمالك ما شلنا عمرو السيسي من فضلك. بس لوسي كان منع معلول ده، مغلول ده يعدي كلنا شفنا. قلنا له افتح الطريق خش. محمد عبد الشافي احسن واحد في الملعب عشان الولد وشعر ما يكونش ده يعدي. احنا اللي عملنا كده.